مرحبا طلاب السادس أصدقائي الحلوين، اليوم الدرس الأول من اليونت 1، وهي الكتاب اسمه English Road 6. Number 1. Let's remember telling the time. عم بيقولونا دعونا نتذكر كيف نخبر الوقت، يعني الساعة. هي مشان شو apostrophe هي اختصار لا us، هي أصل الكلمة let us، دعونا دعونا us، هي ضمير مفعول به. Study the clock below then listen and repeat. هلا نحن بدنا ندرسه هذا، وما في listening من أول درس. رح لكم إنه كل شيء listening رح نمر عليه، ما في عنا listening لأنه طلعوا هون داخل الدائرة، هون قاسمينها بالنص، طرف غامق وطرف فاتح، وحدة مكتوبة تو وحدة مكتوبة past. هلا نحن إذا فهمنا شو يعني تو شو يعني past مباشرة نعرف نقرأ التوقيت كلياته بدون أي عذاب. تو هي إلا، يعني أنا لسه ناقصني مثلا 10 دقائق لتصير 12، 5 دقائق لتصير 12 وهكذا، فبستخدم تو. past بيكون أنا زاد على الوقت، مضى، يعني مضى على الوقت 5 دقائق مثلا من 12. على سبيل المثال أنا بدي أقول هلا التمام دائما o'clock، 12 o'clock يعني 12 تمام. لما بدي أقول 12 و5، 12 و5 فاستخدم past. طيب هلا أنا انتبهوا بالعربي شو قلت، 12 و5 بديت بالساعة ثم الدقيقة، بالإنجليزي بالعكس تبدأ بالدقيقة ثم الساعة وتضيف past بالنص. يعني أنا لما بدي أقول 12 و5 بالإنجليزي بدي أقول 5 past 12. أوكي؟ إجي ل 12 و10، أنا بدي أقول الأول 10 و12، يعني مضى 10 دقائق بعد 12، هيك بيقصدوا فيها، لذلك استخدموا past. فبقول 10 past 12. الربع quarter quarter quarter، وهي الربع 15 دقيقة، إذا أنا بدي أبدأ بالربع فبقول a quarter past 12 a quarter past 12. نجي لها هون من 12، من الساعة 12 للأربعة في عنا 20 دقيقة، عدوهم 5 5 5 5، إذا أنا عندي 20 past 12، يعني زاد على 12 20 دقيقة، فهي 12 و20 دقيقة 20 past 12. هلا أنا محددة رقم 12 وعم بزيد عليه خمسات، هلا هي صارت 25، ف 25 past 12. هو تعداد رقمي بالنص past، بيبدأ بالدقائق past ثم الساعة. لما بيصير العقرب الساعة على 12 وعلى 6 صارت 12 ونص، النص هي half. فأنا هلا عندي ثلاث كلمات بدي أحفظهم، past quarter half، هاي من قسم اليمين، صارت 12 ونص half past 12. دائما ابدأ بالصغير، أضع بالنص و أو مضى اللي هي past، وثم الكبير اللي هي الساعة، وتماما تماما ينطبق هذا القسم كلياته، نفس الكلام اللي قلته لكن بشيل past وبحط to. هلا هون كانت 25 25، شايفين past 12 اللي هي 12. هلا هون بدل past بدي شيل to، تحط to بدل past حطوا، فصارت 25 to 12 20 to 12، يعني لسه بدها 20 دقيقة لتصير 12، لسه بدي هون 15 دقيقة لتصير 12. وشو قلنا الربع؟ 15 دقيقة هي ربع، والربع quarter، فشلون بقراها؟ a quarter to 12 a quarter to 12. فأنا جبت الدقائق، جبت الإلا اللي هي 2، وثم وضعت الرقم اللي هو الساعة 10 to 12 10 to 12 12 إلا 10
5 to 12 12 إلا 5 12 إلا 5 أوكي؟ إذن هذا القسم من هون هيك لتحت على اليسار استخدم بالنص تو بين الدقائق والساعة. هذا القسم هيك من 12 هيك للستة استخدم past لأن الوقت زاد زيادة. أما من هنا هيك هيك لهون نقص ينقصني ليكمل ينقصني حتى تكمل الساعة. ننتقل مع بعض مباشرة لهي الملاحظة. في كتير بيشوفوا AM و PM نشوف هي اختصار لشو. هي أصلا لاتينية. لما أنا بدي استخدم AM فهي الفترة before noon يعني قبل الظهر، أو هي اللاتينية anti meridian وشارحينا إياها English English before noon قبل الظهر. أخذين A من أول كلمة و M من الكلمة الثانية لتصير AM. PM post meridian afternoon يعني من بعد الظهر للليل. فأنا لما بدي أحط التوقيت أحطه PM. هون في عنا تدريبات. بعد ما شرحنا كيف بدنا نستخدم الساعة بتشوفوا على الشرح اللي هلا حكيناه من شوي، هي على التمام فهي بأولى كاملة. حدا سألني what time is it؟ بقول له it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. What time is it؟ It's 20 to 12. أنا لسه بدي 20 دقيقة لتصير 12. هون بدي 10 دقايق لتصير 2. شايفين كيف هاي بدنا نقولها؟ يلا خبروني. اتفقنا نحن إن نقول الدقايق بالأول ثم الساعة، والإلا هي 2 فهي 10 to 2. 10 to 2 تنتين إلا 10. هاي 12 وربع. It's quarter past 12. 12 وربع. It's quarter past 12. هاي 1:30 فأنا بدي أذكر النص بالأول. شو كانت؟ half past 1. half past 1. هاي 10 و10. 10 و10. 10 past 10. 10 و10. طيب هل انتو بجوز انه انا الانسر ايش بديت؟ بديت بالدقايق ثم الساعة. اوكي رح نتذكر الاشهر، اشهر السنة اللي هن 12 شهر رح نقراهم مع الترجمة. بيقولوا لنا هون بنمبر 3، طبعا هذا listening بس نحن رح نقراه عشان تتذكروا الاشهر. Before you listen, remember the months. قبل ان تستمع تذكر الاشهر. Read اقرا listen and repeat. رح اقراه هون انا ترجم لكم اياه هون وننتقل للاكتيفيتي اللي بعده. January January كانون الثاني. February February شباط. March March آذار. April April نيسان. May 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 أيار. June 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 حزيران. July 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 تموز. July تموز. August 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 أب September September. انتبهوا لي على هاي ال P وهي ال D، هاي فيها نفخ. September هاي به عادية. September أيلول. October October تشرين الأول. October نوفمبر تشرين الثاني. ديسمبر كانون الأول.
كانون الأول ديسمبر. ديسمبر هلأ بتعتمدوا على الأشهر اللي فوق وبتساووا هذا وظيفة راح أشرح لكم إياها. Read and write the names of the months. اقرأ واكتب أسماء الأشهر. هلأ هدول بس رقم الشهر. أما تشوف هاي TH السادس وليس ستة. ستة هي رقم. الثاني يعني second. The sixth. The second. The fifth. The twelfth. The tenth. فأنتوا هلأ عم بيقولوا لكم الشهر السادس في السنة. شو كان؟ الشهر الثاني في السنة. طيب تمام. نحن بدنا نطلع على اللي فوقه أو نكون كتبناهم على ورقة من الفيديو ونكتب هدول أو أنا راح أكتب لكم إياهم مشان تحفظوهم. يلا هي حطينا الحل. It's June. Number 2. It's February. Number 3. It's May. Number 4. It's December. The last one. It's October. This is listening. نحن لازم نسمع لحتى نطابق الرقم والصورة مع الساعة. لذلك رح نمشي عليه نشوف البراكتس اللي وراه وشو بدنا نساوي فيه. هذا speaking وهي الإشارة دائما بتدلك على speaking. 7. Look at the dates and the time. انظر إلى التواريخ والوقت. Ask and answer questions. أنا رح ساوي الإكزامبل وهذا على مبدأه بتحاول بالبيت تتصرف بمحادثة مع أهلك أو صديقك. هلأ هون أنا بدي شوف 08-03-2019. أنا هاي في نهاية أولى أو بدل ما أقراها 2019 سوري فيني أقول 2019. اوكي 09 ما بدي اقولها هيك هي الساعه 9:45 بي ام. هلا اذا بدي اقراها مثل درسنا كوارتر تو 10 10 الا ربع كوارتر تو 10 يعني 9:45 بيبقى عندي 15 دقيقه لتصير 10. هون التواريخ بتختلف من أمريكان لبريتش يعني أمريكي أو بريطاني. ممكن تبدأ باليوم ثم بالشهر وممكن يكون هذا رقم الشهر ثم اليوم. يعني ممكن تكون هاي الشهر الثامن اللي هو أوغست 3 أو ممكن تكون 8 ممكن تكون تاريخ 8 وهذا الشهر مارش أذار حسب الأمريكان أند بريتش. هون You and your friend. What is the date? شو التاريخ? It's 8 March 2019. What time is it? It's 9:45. معناتها هون معتمدين على انه هي 8 آذار 2019 فبعدين باليوم الشهر ثم السنة. ومثل ما قلت لكم هي فينا نقراها 9:45 أو quarter to 10. أما بدي أسأل على الوقت دائما بدي أستخدم هذا التعبير هاي الجملة what time يعني ما هو الوقت يكون is it قديش الساعة يعني what is the date ما هو التاريخ. أوكي حنوقف اليوم ومنتابع إن شاء الله بالفيديو الثاني نكمل اليونت. رح لكم باي باي هلا ونلتقى بالفيديو التالي.